واقف على باب الجبانة دي بدلتك اللي قديمة اللي منقت فرقتك. واحد واقف على باب الجبانة ومعاه مقطف، وبعدين كل ما يفوت ميت علشان يخش الجبانة يحط طوبة في قلب المقطف، كل ما يخش ميت يروح حاطط طوبة جوه المقطف، كل ما يخش ميت تحط طوبة جوه المقطف، خش ما. أما بعدين واحد بيسأل الراجل اللي ماسك الزنبيل ده وبيرمي فيه قلب الطوبة، بعدين بيسأله بيقول له يا أخي أنت ليه كل ما يفوت ميت بتحط طوبة في الزنبيل؟ قال له والله أصل إحنا بقى بنعد آخر النهار يعني كم ميت دخلوا جوه الجبانة. قال له ما شاء الله، يعني ده العدد بتاع كل يوم يخش كم ميت جوه الجبانة. قال له تاني يوم فات لقى الراجل قاعد على باب الجبانة وماسك الزنبيل، وبعدين ما لقاهوش، هو لقى أخوه ماسك الزنبيل، وكل ما يخش ميت يروح رامي طوبة جوه الزنبيل، كل ما يفوت ميت يرمي طوبة. قال له الله، أمال أخوك فين؟ قال له جوه الزنبيل.